خش اقعدي لين. بالراحة يا شريف بالراحة. طيب انت ايه يا زبالة؟ طيب بالراحة. تعملي كده معايا ليه؟ مين اللي زيك عليا؟ انت يا شريف طبعا انت اسمع بس اهدى اهدى وانا هتكلم معاك. وحياة الغالي عندك يا سامة، وحياة الغالي عندك تنسى كل حاجة وسيبني امشي. حياة امك، ما انت سارقة مني علبة سجاير يا بت. ردي عليا يا بت. دخلتي عليا ولا لفيتي عليا ليه؟ وصلتيني سكة الهلاوس ليه؟ انا عمري ردي عليا. ما عملتش حاجة. شربيني مخدرات وانا مش عارف هي ايه؟ لا والله العظيم لا والله العظيم لا والله العظيم لا عمري ما اديتك مخدرات. انا كنت بديلك من اول. يعني ايه؟ يعني عمري ما اديتك مخدرات. وليه بقى؟ ليه؟ ردي عليا ليه؟ مش هقدر مش هقدر مش هقدر. ردي عليا ليه؟ مش هقدر. انا سامع. مش هقدر يا شيخ. ليه مش هتقدر؟ لانك انا عايز اعرف الناس ليه. طب وحياة امك ما هتمشي هنا غير لما تردي على سؤالي. عملت عليها فيلم المده ليه؟ رد ليه؟ حرام عليك يا سليم. ردي عليا. طب استنى. طيب طب اهو ها وادي قاعد. ها ردي عملتي ده ليه؟ وحياة امك ما هتمشي ولا تقولي مين زقك عليا. مفيش حد مفيش حد. انا ساعتها كنت حاسه ان انا ها كنت حاسه اني بموت بجد. انا ما مثلتش عليك والله. ساعتها انا ما كنتش فاهمه ومش عارفه حتى انا قلت لك ايه. والله العظيم انا كان الموضوع بالنسبه لي كله كانه حلم. هند انا ها هندي يا جزمة هندي أنا ها؟ أقسم بالله ما هتخرجي من هنا غير لما تقولي لي من أول يوم دخلتي في حياتي لحد ما وصلتيني إن أنت ميتة. مين اللي زيك عليا يا بت؟ ما حدش يا شريف ما حدش زيني. بالراحة أوعي. يا شريف حرام عليك يا شريف ارحمني يا بوس ايدك. شريف اقسم لك بالله انا عمري ما فكرت اذيك والله العظيم. انت بس بيتهيألك حاجات غريبه عشان الكوك اللي انت بتشربه هو اللي بيصور لك الحاجات دي. بيتهيألي؟ ايوه والله؟ ايوه. كفايه بقى كفايه. كانت تثبتي مش تثبتي؟ مين اللي زقك عليا؟ معاك ازاي؟ اقسم برب العزه ما خرجت من هنا غير لما تردي عليا. مين اللي زقك عليا؟ ما اعرفش مفيش حد. بتضحكوا على شريف مرادي يا ولاد الكلب؟ مين يا بنت اللي زقك عليا؟ كارما؟ ما اعرفش حد اسمه كارما ما اعرفش. قولي كارما وانا هسيبك. كبير ما اعرفش حد اسمه كارما. قولي كارما وانا هسيبك. يا بنت بلاش هذا. قومي لارا. لارا ردي يا صافي. مصطفى انت فين؟ الحقني انا عملت مصيبه. انا قتلت يا انكل مصطفى في المكتب.